السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون يونت 10 لسن 2. طبعا كالعاده هنبص على الكلمات الاول. يلا بينا. عايزك تركز بقى معايا في اللسن ده لان انت عندك فيه بقيه قاعده اف، يعني مش بقيتها لا ده جزء منها كمان. خدنا الحاله الصفريه في اليونت اللي فات والمره دي هناخد الحاله الاولى ان شاء الله. يلا بينا. طيب اول حاجه، عارف انت لعبه النطاطه اللي بتنطط عليها دي؟ كلمه يتنطط يعني باونس 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 باونس. كلمة يتوازن يعني شفت انت لما تيجي تقف على رجل واحدة وتتوازن كده عشان ما تقعش اسمها بالانس 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 بالانس. كلمة يقع اسمها دروب، يسقط او يقع دروب دروب دروب. بص دي مع الار ج والاو اه دروب دروب دروب. اما بقى لما تجيب كرة كده في ايدك وترميها تدحرجها دي اسمها رول رول. بص انا بقول الار ازاي رول رول رول. طيب عندك بقى ان يضرب، ممكن يضرب بايده او يضرب بعصايه دي اسمها هيت 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 هيت. ممكن اقولها هق 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 الاثنين صح. لو عندك طياره طايره والطياره دي هتهبط على الارض اسمها لاند 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 لاند. لو عايز اقول لك احط الحاجتين دول مع بعض اسمها بوت توجذر بوت توجذر. بص التي او توجذر ما قلتش توجذر لا توجذر توجذر بوت توجذر بوت together. وكلمة put ممكن اقولها put put together الاثنين برضو صح. وعايز اقول مصنوع من اسمها made of made of made of. وطبعا عندي made from، في فرق ما بين made of و made from، هيبقى ليها فيديو بعيد عن المنهج او مش عندك هنا في اللازم، بس هبعملك فيديو ايه الفرق ما بين made of و made from ان شاء الله. طيب يلتقط حاجة او يمسك حاجة اسمها pick up تاني pick up pick up. ممكن على بعض كده pick up pick up pick up. شفت الماجنت المغناطيس لما بيأتراكت لما بيجذب الاشياء، الحاجه بقى اللي تبقى مجذوبه فيه دي اسمها stick 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 يلتصق يلزق يعني. بعد كده يتحرك يعني move 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 او move move والاثنين برده صح. لو معاك حاجه في ايدك وهترميها فيرمي يعني throw throw throw. بص ال th throw غير ان الحاجه دي تقع من ايدك او تسقط من ايدك اسمها drop drop. يبقى throw ماسك الحاجة هو اللي بيرميها throw، اما drop بتقع من ايده او كان ماسكها وسابها من ايده فوقع. يتوه، حد يتوه هو ماشي في الطريق اسمها get lost تاني get lost get lost. يتبل اسمها get wet get wet. واقدر اقول التي هنا get wet الاثنين برضو صح، get wet او get wet او 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 get wet. التي عموما هنا لما بتيجي التي في الاخر وقبلها فاول بتبقى stop تي او hell تي، فانا كده ا زي ناء انر ناء س ك. يخرج يعني go out go out. بص هنا go او بص ال او بعد كده out بدأ ب او هربط الاثنين مع بعض go out go out go out. يفوت الاتوبيس يفوته اسمها miss the bus miss the bus miss ذا بس. يعمل صوت اسمها ميك ساوند ميك ساوند ميك ساوند. قلت لك قبل كده ان ساوند هي اي صوت عادي يعني ده كده ده ساوند، اما صوتي انا اسمه فويس فويس فويس. يبقى فويس ده الصوت البشري، اما الساوند هي اي صوت تاني. يخلط حاجتين في بعض اسمها ميكس ميكس ميكس. في شفت انت كمان بتبقى في 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 مدرسه او في اكاديمي او في حاجه بيكون في لوحه معدنيه كده على الباب يقول لك مثلا ان ده فصل كذا فصل ايه فصل بي وهكذا. اللوحه المعدنيه دي اسمها ميتال بورد ميتال بورد ميتال بورد او ميتال بورد اتنين صح. شكل يعني شيب 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 شيب. حتى شكل الجسم من بره اسمه بودي شيب بودي شيب بودي شيب body shape. طيب عارف مقبض الباب اللي تفتح منه الباب ده اسمه handle handle، ودي بتطلق على اي حاجه يعني لو في اي لو السبوره دي ليها ماسكه تقدر تمسكها منها فالماسكه دي هي برده هيبقى اسمها handle handle. لو شايل شنطه والشنطه ليها حاجه تتمسك منها ايد تتمسك منها كده برده عليها handle handle. يبقى الهاندل دي اي حاجه تقدر تمسك فيها حاجه تشيل بيها حاجه او تكنترول او تتحكم بيها في حاجه. سائل يعني liquid 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 liquid. لو حد جعان فجعان يعني hungry 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 hungry. حد سعان اسمها cold 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 cold. تلاجة اسمها fridge fridge fridge. وخيط يعني string 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 string. والجرس اسمه bell، جرس بقى المدرسة جرس البيت اسمه bell bell bell. بص الاي هنا l ما قلتش bell لا bell bell دي تبقى فاتورة افتح لي شويه بال بال
بال. عارف البلي اللي كنا بنلعب، اللي احنا كنا بنلعب، انتوا لسه صغيرين، احنا كنا بنلعب بيها احنا صغيرين، البليه دي بنقعد نرميها على بعض كده، اسمها طزه وشبر وحاجات كده، اسمها ماربل. تاني ماربل، ماربل، انا مش قلدغ اهو، بس الار كده في النص، مار ماربل ماربل. بص يا سيدي، دي كانت الكلمات. عندك بقى الحبه اللي جايين دول هم الديفينيشنز، ودول مش مهمين في اللسن ده، بس انا هقولهم لك برضو، لان اللسن ده فيه جرامر، فيه قاعده اف، وده الاهم. حتى الاكسرسايز اللي موجوده موجوده كلها على قاعده اف، بس انا هقول لك ده، هقول لك الديفينيشنز دي، ومش عايزك تبذل فيها مجهود لانها عادي وملهاش اي قيمه في اللسن ده، بس مش مهم تبقى عارفها برضو، معلومات زياده. وزي ما قلت لك، انت مش بتحفظ الديفينيشن، انا بقول لك الديفينيشن وانت تقول لي الكلمه دي بتعبر عن ايه، او ايه هو الديفينيشن بتاعها. طيب اول حاجه بيقول لك ايه يعني ايه كلمه باونس. باونس يعني تنطط، بيقول لك تو موف اب اند داون، انك تفضل تتحرك فوق وتحت، فوق وتحت. تو موف اب اند داون، اب اند داون، اب اند داون. وبعدين on a soft surface، on a soft surface يعني على سطح طري زي النطاطه كده اللي انت بتقعد تنطط عليها دي، لما بتنط عليها كده بتطلعك فوق وبتنزلك تحت، ده يعني باونس. باونس بعد كده بيقول لك يعني ايه بالانس. بالانس زي ما قلت لك كده، انك تقف في نقطه ثابته بارتكاز عشان ما تقعش. فبيقول لك كده to keep in a steady position، انك تفضل في موضع او في يعني في مكان ثابت فيه، يعني واقف مثلا كده اهو برجل واحده في موضع ثابت. to keep in a steady position so that، عشان او لكي، you do not fall، عشان ما تقعش. دي يعني balance. بعد كده بيقول لك roll، يدحرج. دي يعني ايه يدحرج بالانجلش؟ فبيقول لك to move، انك تتحرك، by turning over and over، over and over كده. بص يبقى الحاجه كده بتتدحرج، بتمشي كده over and over، تقعد تتشقلط كده، ها، يبقى turning over and over، or make، او حتى انت تتدحرج، انك شفت انت لما تبقى مثلا على جبل تلج فتقعد تتدحرج كده، انت كده بتعملك رولينج، او انك تخلي حاجه تتحرك كده، يبقى مثلا معاك ازازه وتدحرجها فتفضل ايه تيرنينج اوفر اند اوفر اوفر اند اوفر. فيا اما انت اللي تبقى اوفر اند اوفر تيرنينج اوفر اند اوفر، او الحاجه اللي في ايدك وانت بتدحرجها او بترميها، الكوره بتدحرجها تيرنينج اوفر اند اوفر، or make something move this way، او تخلي حاجه تتحرك بنفس الطريقه دي، دي يعني roll. بعد كده hit، و hit برضو هو ايه، هو انك بايدك او تمسك حاجة في ايدك وتضربها بقوة كده، هو دي يعني hit. فبقولك كده bring one's hand or a tool into contact، مع مين بقى؟ with someone or something، مع حد، مع شخص، تعمل كده مع شخص او مع شيء. ما انت ممكن تضرب واحد، او ممكن تضرب شكارة، ممكن تضرب سوري تضرب السبورة، هو ده hit. وبعدين quickly بسرعة، and forcefully وبقوة، forcefully يعني بقوة، دي يعني hit. بعد كده drop، drop يعني يقع أو يسقط. فبيقول لك to let، إنك تسيب، something you are holding، إنك تسيب حاجة أنت ماسكها بإيدك، you are holding fall to the ground، إنك تسيب حاجة أنت ماسكها بإيدك تقع على الأرض، دي يعني drop. drop بص الـ O طيب بعد كده بيقول لك land، land يعني لما الطياره تهبط. فيقول لك to fall or move down، ان هي تبقى فوق وتقع، تسقط كده، او ان هي تتحرك، ها down لتحت، كانت فوق وبتنزل تنزل 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 لحد تقع على سطح الارض، ها or move down onto some onto اللي هي شفت انت عندك into وانتو. وطبعا ده فيديو ان شاء الله اعمل لك فيديو لما تكبر شويه الفرق ما بين into وانتو، لان هي onto هنا معناها على. فبيقول لك ايه، ها onto something، ان الطياره دي تنزل او تهبط او تتحرك لتحت على something، على حاجه، على سطح معين. after moving the air، after moving through the air، بعد ما كانت بتتحرك في السماء. يعني مثلا هي الطياره هي بتتحرك في السماء، يعني ايه بقى land؟ ان هي وهي ماشيه في السماء كده تنزل 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 وتقف على السطح، تبقى كده انت عملت landing، او عملت هي كده العربيه او سوري الطياره landed، landed بس كده. طيب بعد كده بيقول لك هاندل، ايه هو الهاندل او المقبض؟ زي ما قلت لك ذا بارت، هو الجزء، باي ويتش، اللي من خلاله a thing، اي حاجه، از هيلد، اي حاجه بتتمسك، يبقى الجزء اللي بيخليك او بيسمح لك انك تمسك فيه اي حاجه، بقى باب، كاميرا، موبايل، اي حاجه. طيب وبعدين كارد، او انك تحملها او انك تشيل الحاجه دي من خلال الهاندل ده، او تقدر تكنترول الحاجه دي، يبقى اي حاجه بيكون ليها الهاندل بتاعها. وهنا مش هقول لك على الهاندل بتاع مقبض الباب، تفتح الباب باي ذا هاندل، من الـ من الـ من المقبض، من الـ 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 المقبض اللي بتفتح بيه الباب كده. اخر حاجه معايا هي السترنج، يعني خيوط او خيط. هو الخيط ده بيقول لك ماتيريال، هي عباره عن ايه؟
material يعني ايه؟ مواد خام او مواد عموما. مالها consisting بتتكون of threads من خيوط. يبقى هي مادة بتتكون من خيوط وبعدين of cotton. cotton معمولة من القطن. or other material او ممكن تبقى من مواد تانية twisted together معمولة مدموجة مع بعض او ملتوية كده مع بعض. دخلوهم مع بعض يبقى مش بس ممكن الخيوط دي تبقى من القطن، لا ممكن تبقى من مواد تانية twisted together يعني دمجوها مع بعض عشان يطلع لنا الخيط ده. وبعدين to form عشان يكون a thin length حاجة طويلة ورفيعة اللي هو الخيط. طبعا الخيط بيبقى ملفوف لما تفكه بيبقى طويل ورفيع، ده يعني السترينج الخيط string string. بس يا سيدي ده كان الديفينيشنز والكلمات، تعال بقى اما اكمل لك بقيه قاعده اف والحاله الاولى ويلا بينا. طيب دلوقتي هشرح لك قاعده اف اللي موجوده عندك في اللسن ده، بس خلينا افكرك قبل كده اني قلت لك ان اف دي ها ليها اربع حالات. اول حاله بنقول عليها الزيرو او الصفريه، الحاله الاولى، الحاله الثانيه، والحاله الثالثه. دول اربع حالات لاف. احنا خدنا منهم الحاله الصفريه الزيرو، النهارده هنتكلم عن الحاله الاولى. سيبك من الحالتين التانيين دلوقتي، فخلينا راجع لك الاول الحاله الصفريه كانت بتقول ايه، بعد كده ندخل ان شاء الله على الحاله الاولى. زي ما قلت لك اف هي رابط بتيجي تربط ما بين جملتين، ولازم الجملتين دول يكونوا مرتبطين ببعض بشكل معين. فلما قلت لك ان في الحاله الصفريه الزيرو كونديشنال ايه بقى، بنقولنا ايه ان الاثنين بيتكونوا من البريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل ايه البريزنت سيمبل؟ قلت لك عليه ان هو زي يا اما بلاي يا اما plays يا اما eat يا اما eats. المهم ان الجملتين يكونوا present simple، وده بيعبر عن حاجه بتحصل اكيد، حاجه حقيقيه. زي مثلا لو انت سخنت الميه هتغلي، لو انت حطيت الميه في الثلاجه هتسقع، لو حطيت الميه في الفريزر هتتجمد. هي دي كانت الحالة الصفرية، حقيقة، حاجة بتتكلم عن حقيقة ثابتة ان الحاجة دي مليون في المية هتحصل، فسميناها ان دي حالة صفرية. اما الحالة الاولى اللي عندي المرة دي هي بتتكلم عن حاجة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. ازاي يعني يا مستر؟ يعني بيقولك كده if you study hard كومة، دي الجملة الأولى. بص أنا عملتها إيه present simple وهقول لك دلوقتي تكوينها. if you study hard لو أنت ذاكرت كويس، فهيقول لك إيه you will pass the exam. بالراحة بقى كده وركز معايا، بيقول لك لو أنت ذاكرت كويس، وهنا استخدم إيه will. يبقى الحالة الأولى الجملة الأولى بتتكون من present simple، اما الجمله الثانيه بتتكون من will. will دي حاله غير الحاله اللي فاتت. الحاله الاولى present simple، will والinfinitive. will والمصدر، ايه هو الانفينيتيف؟ يعني الفيرب زي ما انت حافظه، يعني ما ينفعش will plays will passes will eats، لا غلط غلط، ولا will ing، لا 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 لا، will والفيرب من غير اي اضافه. will eat will go will sleep، ودي بتعبر عن حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. مستر ازاي يعني؟ هو مش لو انت مش لو انا ذاكرت اكيد هنجح؟ لا لا طبعا، ممكن انت تذاكر ويحصل لا قدر الله اي حاجه في الامتحان وما تنجحش، بعد الشر عليك. فهمني؟ يعني ممكن مثلا انت تذاكر كويس قوي 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 ويجي قبل الامتحان تروح عليك نومه فما تروحش، فهنا هي حاجه مش اكيد هتحصل. وممكن تذاكر حلو قوي 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 والامتحان يجي صعب جدا 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 ولا قدر الله برده ما تنجحش. فهي دي القاعده او الحاله الاولى اللي بنتكلم عليها في قاعده اف. فهي حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. فبيقول لك مثلا لو انت خدت شمسيه معاك ها مش هتتبل. طب ما انا ممكن اخد الشمسيه معايا واتبلى عادي، ايه المشكله؟ ممكن يبقى المطره جايه من كل الجناب، يعني نازله كده ونازله كده، فانا حاطط الشمسيه كده فالمطره تجيلي كده، ده برده عادي. طيب ممكن مثلا بيقول لك لو انت جبت الموبايل، استنى، لو انت جبت الموبايل ده ها، لو انا قلت لك كده if you drop، يلا بينا يلا فكر بقى معايا في الجمله دي. دي جمله عمليه، بس انا مش هرمي الموبايل طبعا عشان ما كذا. بص بيقول لك ايه if you drop
ويت خليها عشان ما تبانش ان هي كابيتالايز كبيره. ها اف يو دروب ها ا موبيل، اول ما تخلص الجمله تحط كومه. ها يقول لك كده ات ويل بريك، ولا اقول لك ات بريكس. لو انا اخترت ايد بريكس يبقى لو انا رميت الموبايل كده من ايدي مليون في المية هيتكسر، ده لو انا اخترت ده. طب هل لو انا رميت الموبايل من ايدي سبته على الارض مليون في المية هيتكسر؟ لا والله. ممكن واحد بيقول لي طب ما تجرب يا مس، لا مش هجرب، بس لو انا رميت الموبايل كده من ايدي في احتمال انه يتكسر واحتمال انه ما يتكسرش. ففي الحالة اللي بيبقى فيها احتمال او احتمال لا بناخد ويل مش بناخد present simple. يبقى لازم عشان تعمل اف في الحاله الاولى يكون الجمله الاولانيه فيها present simple والجمله الثانيه فيها will will مصدر will will infinitive. طب لو انا عايز احط نفس الجمله دي، انا عايز احط نفس الجمله دي، ها قول كده، لو عايز احط نفس الجمله دي بس اف في النص عادي خالص 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 خالص. مش بيقول لك it will break، هو ايه دي قصده على مين؟ ها ده موبايل، خد الجملة دي ده موبايل، ها will break comma if sorry عادي كده if you drop it. بس يا سيدي ومفيش اي مشكلة خالص، يعني حتى اهم حاجة عندي اللي يجي بعد if هو ال present simple والجملة التانية تكون will. اهم حاجة الجملة اللي لازقة في اف تكون present simple والجملة التانية will. اهم حاجة في القاعدة دي، اهم حاجة في القاعدة دي، اهم حاجة في القاعدة دي، في القاعدة الاولى من قاعدة اف، ان اف لما تيجي يكون الجملة اللي بعدها على طول present simple present simple، بعد كده الجملة التانية ها will وال infinitive. تعال نشوف الجمل اللي موجودة معايا في الكتاب. هنا بيقول لي ايه اهو، if present simple future simple او if مضارع بسيط will والمصدر. اول جمله بيقول if an object لو في حاجه is made of metal معموله من المعدن a magnet will pick it up. يا مستر هو مش يا مستر المعدن المغناطيس كده كده بيسحبه؟ بس مش كل المعادن، ما ممكن المغناطيس ما يسحبش ما يشدش في كل المعادن، بس هو لو كان بيتكلم عن الحديد كحديد كانت هتبقى حاله صفريه، لان الحديد كده كده المغناطيس بيشده. الا بقى انا عارف ان الكلام ده كبير عليك استحمل، بس الا بقى لو الحديد ده احنا لاعبين في الخصائص بتاعته. سيبك سيبك، المهم يعني ان المغناطيس مش هيشد اي معدن، بيشد معادن معينه، فعشان كده استخدم ويل. طب بص الجمله اللي بعدها، if you don't wear a jacket لو انت مش لابس جاكيت you will be cold هتسقع. لا ما انا ممكن ما البسش جاكيت وما اسقعش عادي، ممكن حراره جسمي تبقى عاليه فما اسقعش، فدي حاله احتمال تحصل واحتمال ما تحصلش، فعشان هنا استخدم will. طيب اللي بعدها بيقول لك if he takes an umbrella لو اخذ معاه شمسيه ايه اللي هيحصل؟ he will not get wet مش هيتبل. عادي ممكن ياخد معاه شمسيه ويتبل برضه زي ما قلت لك، ممكن المطره تبقى شديده جدا جدا جدا، ممكن الشمسيه تتقطع، ممكن يحصل حاجات كتير ويتبل برضه. المهم ان الحاجه اللي انت شاكك في حدوثها انها تحصل او ما تحصلش، يعني انت مش متاكد مليون في الميه، خلاص يبقى هي present simple will والمصدر. طبعا ممكن present simple ده ان فيه تبقى don't drop او doesn't لو انا بستخدم هنا حاجه غير يو، وطبعا ويل ممكن تبقى ويل نوت نفي، فهي اي شكل من الاشكال. المهم ان يكون الحاجه اللي لازقه جنب اف هي البريزنت سمبل، اما الحاجه الجمله الثانيه اللي بعيده عن اف هي الايه؟ ها الايه؟ صح الويل والانفينيتيف والمصدر. بس كده هتعمل الهوم ورك بتاعك وهنشوف الغلطات بقى ان شاء الله مش هيبقى عندك غلطات، تعمل الهوم ورك بتاعك كله عن قاعده اف وان شاء الله كله يبقى بيرفكت. اشوفك في الكلاس اللي بعد كده، سلام.